شوف اكو اشخاص يتواصلون وياي صار اسبوع طبعا على طبيب في بغداد، تعرف شنو يسوي؟ هم فتح له مركز مال ليزر واشعه والعلاج بالليزر وكذا و و والى اخره. ولحد الان طبعا دا ابحث بهذا الملف ودا اتقصى الحقائق ودا اتاكد من عنده انه يمارس الرذيله مع المراجعين. بالضبط صح، هذا بالله وصلني يمارس الرذيله، يعني يقفل الباب وكذا. وصلني هذا الملف، وصلني هذا الملف. وفي سرسه وفي العياده مالته اكو ادويه منتهيه الصلاحيه، واكو مقطع فيديو بذلك. ووصلني حقيقه، تواصلت ويا الرجل اني يوم امس او اول امس، قال هذا الموضوع مو من، قلت لك بعد اذا اتقص على الموضوع حتى ما اتهم الرجل يعني. ولكن يعني اللي تواصل وياي حلف لي يمين وجاب لي مقاطع فيديو، وجاب لي قال لي عندي مقاطع فيديو عفوا وعنده تسجيلات صوتيه اني مارس الرذيله داخل عيادته. بالضبط، هذا زوجته ايضا طبيبه وفتحه عندنا ليغال، وهذا يطب للمراجعات وكذا الدنيا ومارس الرذيله، وانا عندي علاج بالليزر وكذا وعندي علاج بالاشعه الكذا هيك. شوف اليوم السوداني اذا كان جاد في محاربه، يا اخي احنا اليوم ليش ما نحط ايدينا على الجرح؟ ليش اذا جرح بايدي اروح الزم اقول اخ راسي يوجعني؟ راسك يوجعك من شنو؟ قال عندك جرح بايدك؟ قال ايدك بدها تنزف، احط ايدي على الجرح، احط ايدي على الجرح، ادعم لجنه التفتيش في وزاره الصحه، تعال منو صباح الخزعلي مو تعال هذا قوه من الامن الوطني وقوه من الاستخبارات وقوه من كذا، واتصالكم مباشر بمكتب رئيس الوزراء.